بنتك وهاني في بنيتي. اخويا اخر مره شفتي بنتي شتها البارح في الصباح، ما قدرتش تفطر. اخويا ما بقيتش قديت ندوي، اخويا ما بقيتش قديت ندوي. خبر كنت جالسه في داري، حتى الدري عيط لها، صاحبو عيط لها لولدي، قال لي يا جيل اختك مضروبه. قلت لي شنو؟ قال لي لا والو، غا عزيز خوك، انا غنشوف واش كاين ونقول لك شنو كاين. ما بغاش يقول لي حيت عندي مرض مزمن، عندي القلب والكواتر كوليسترول ولا طنسيوم مخلطه فيا الدعوه. وحتى جات البنت قالت لي خرجي راه بنتك مضروبه، تلقايها ولا ما تلقايهاش. ملي مشيت لقيت بنتي داخله على الطبيب، قلت لها وليدي انا مزال وقافك، بنتي باقا حيه. قال لي ميتي على بلاتي، ما تخافيش شاي شي شويه. حتى قال لي الله يصبركم، قال انا ولدي وكان وانا نطيح غوت. ولقاو غداوه، داو البوليس كتفوه داوه ها واحد الولد اللي دمو مسكينته، داو على عينيه ولي شافو كيفاش كيتلاوص معاه. خارجه مسكينه من الكلينيك، خارجه من الكلينيك يلا غادا تجيب جوج باريزيانات باش تفطريو الدريات. حتى قال لها جي بعدا ندوي معاك، اجي شدها عنك دار لها هوك ودخلها لعشرين غوشت، قال لها ما بغيتيش تفهمي راسك، قلت لي سير بعد مني، انت ماشي خيطي وانا ماشي بلاتك. قال لها واخا ما بغيتيش تفهمي، قلت لي لا. قال لها غادا تفهمي بزز وضرب على الهن، خرج لها الجنوي من اللور، ما بقى كاين شي مخفي منها. طاحت بنيتي بموتتها، هزوها كتماخد لعشرين غشت، ليرجونس ديال عشرين غشت، ما بقاتش حتى ربع ساعة وماتت. هذا هو خويا، ولهذا بغيت جنرات الملك يوقف جنبي، بغيت جنرات الملك يعطيها أقصى عقوبة، باش يبرد ليا هاد العافية اللي شعلة فيا. راني تكويت عوينة وحدة هي اللي خدامة عليا وعلى بوها في السكر. ويا اختي كانت توجد والحمد لله يا ربي. لا ما تبقى ما عليها والو، خاصم معاهم تينا دار بجده مشدود عليها 5 سنين، خونا الدم وما نعرف 5 مليون. سمعتيني؟ يعني وفيت خمس سنين والحشيش اختي والفانيد الكيف هادشي كله. جاي قال لها غنجي لداركم، قال لها خوها الا مشيتي تجتي ما انت اختي ما انا اخوك، حنا اش قال لها غنعيشوا معاه بزناس صافي. ابدا انا وليدي هو خدام، بعدا انا اللي فنيت عمري على ولادي، انا اللي خدمت على ولادي 46 عام وانا خدامه في مفار ديال الدواء. ابو غدوة خدي الدواء، عنده الفلوس باش يصرف عليها. قولي انت لا خدمه لا ردمه، كياخذها من عند عماته وبنات عمته. ويا ميمتي خويتك، قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.